الكتاب، فكرة الكتاب في حقيقة كانت راودتني الكتابة منذ زمن، ولكنني أجلتها وبدأت بكتاب مهني هو ذاكرة محو الأمية بالمغرب. لماذا؟ لأن كانت ندرة التوثيق، ندرة الكتب في هذا المجال، وأرجعت فكرة يعني الإبداع إلى الآن. يعني الكتاب يتحدث عن الفساد في يعني بشكل شمولي، بشكل شامل، الفساد في المؤسسات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بمعنى اليومي وما يدور في فلك يعني تأخير الخدمات، أو ربما البداية من الصفر في أثناء يعني التغييرات إلى غير ذلك. الكتاب يحكي عن قصة حب يعني لم يكتب لها النجاح، نتيجة لظروف قاهرة عاشها البطل والبطلة. يعني حتى لا أحرق مضمون الكتاب، أنا وضعته أمام للقراء وأنتظر يعني انطباعات القراء والقارئات، وأتمنى أن ينال إعجابهم. هو في الحقيقة الكتاب لا يمكن أن نقول أنه يتحدث عن فيه شخصيات نسائية، فيه البطل الرئيسي هو رجل والبطلة كذلك هي امرأة. يتحدث كذلك عن القضايا التي بدون شك أنه يثير قضايا متعلقة بالنساء، ولكن أنا شخصيا لا أؤمن بأن الجنس الأدبي له يعني أن الإبداع له جنس معين يمكن أن نصنفه في أدب النساء أو في أدب الرجال. فالأدب هو أدب إنساني يتعرض لقضايا متعددة ويطرح قضايا متعددة، والهدف منه هو الإنسان بشكل عام.